اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. اخيرا خلصنا دوره المدينه المحتله. الان بنعرض لكم اللعبه اللي صممناها. هاي اللعبه جميع اللي اشتركوا في دوره المدينه المحتله بامكانهم تصميم نسخه طبق الاصل عنها، وبيقدروا يسووا تغييرات على اللعبه. خلينا الان ناخذ نظره على اللعبه. الفكره من اللعبه، في عندنا وقت 50 ثانيه لازم نخلص 10 درونز، ننظف المدينه من هاي الدرونز. تمام، بضغط شيفت بسوي سبرينت. طيب، مهم جدا تعرفوا اني انا حاطط لكم رابط اللعبه في الديسكربشن في الوصف. اللي بيحب ينزل لعبه ويجربها بيقدر يدخل عليها، واللي بيحب كمان يتعلم كيف يصمم هاي اللعبه بامكانه يدخل على موقعنا Arab Game Dev ويشترك في الدوره، والنتيجه النهائيه حتطلع نفس هاي اللعبة. يلا، في أمان الله، أتمنى أشوفكم في دورات ثانية. مع السلامة.